بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الأصول الستة. هذا الرجل المؤلف رحمه الله أحسبه يسير على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يذكر عدد. خمس من الفطرة. اجتنبوا السبع الموبقات. لماذا ذكر العدد في نصوص الكتاب والسنة؟ ينقسم إلى قسمين. الأول أن يكون هذا العدد محدد، يعني له مفهوم، فهذا لا يزاد عليه. وأحياناً يأتي العدد وهو غير محدد، ليس له مفهوم. يعني يزاد عليه. طيب كيف نعرف أن هذا العدد له مفهوم أو ليس له مفهوم؟ ننظر في بقية الأدلة من الكتاب والسنة، وجدنا ما يزيد على هذا العدد أصبح العدد ليس له مفهوم. وإن لم نجد أصبح العدد له مفهوم لا يزاد عليه أركان الإسلام الإيمان الإحسان أبواب الجنة مثلا هذا له مفهوم لأنه لم نجد في نصوص الكتاب والسنة من يزيد على أركان الإسلام الخمسة إذا هذا له مفهوم لكن مثلا العشرة مبشرين بالجنة وجدنا من بشرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة غير هؤلاء العشرة ثابتة بن قيس بن شماس أمهات المؤمنين رضوان الله على الصحابه اجمعين، مثلا. قال: اجتنبوا السبع الموبقات. وجدنا في نصوص الكتاب والسنه موبقات غير هذه السبع مثل عقوق الوالدين. اذا هنا العدد ليس له مفهوم، خمس من الفطره، في بعض الاحاديث اكثر من خمس. طب لماذا هنا العدد ليس له مفهوم يزاد عليه والنبي صلى الله عليه وسلم يقول عشر مبشرين بالجنه. اجتنبوا السبع الموبقات خمس من الفطرة. يقول هذا من حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن هذا الآن عندما يجلس هنا في المجلس أقول احفظ اليوم خمس فوائد لهذا الحديث، وهذا لا يعني أن الفوائد مقتصرة على خمسة، لا أكثر. فالنبي صلى الله عليه وسلم يريد من الصحابة رضي الله عنهم أن يحفظوا في هذا المجلس عشر مبشرين بالجنة سبع موبقات حتى إذا خرجوا من عند النبي صلى الله عليه وسلم استطاعوا أن يستحضروا هذه السبع فذكر العدد إذا كان ليس له مفهوم هذا من حسن التعليم سار على هذا الإمام محد أو مجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى قال الأصول الستة نواقض الإسلام العشرة النواقض ليست بعشرة أكثر اي نعم وهو ذكر هذا اصلا في النواقل اذا اراد هنا ان تضبط اصول سته وهي اكثر من سته مفهوم ليس له مفهوم لكن هو قال ان هذه هذه الاصول من اهم الاصول عندنا الاصل الاول نعم الاخلاص, الإخلاص. وضد الاخلاص الشرك بضدها تتبين الاشياء إذا الأصل الأول أن تخلص الدين لله سبحانه وتعالى، فلا تقبل أي عبادة إلا بالإخلاص والمتابعة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، والشرك إذا دخل في العبادة أفسدها. الآن أنت تصلي وتحرص أنه ما يخرج منك ريح، لأنه إذا خرج منك ريح أصبحت العبادة باطلة. فكيف بالشرك إذا دخل يفسد العبادة؟ وقد يفسد عليك كل العبادات. إخلاص الدين لله سبحانه وتعالى. إذا هذا أصل الأصول. خلقنا لهذا للإخلاص نخلص الدين لله سبحانه وتعالى. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. إذا أراد أن الإخلاص يقابل هنا الشرك. الشرك الأصغر إذا مات عليه مخلد خلود أبدي في النار لا. يعذب بقد الشرك ثم يدخل الجنة وإذا مات على الأكبر مخلد خلود أبدي في النار تاب تاب الله سبحانه وتعالى عليه نعم إذا هذا الأصل الأول الإخلاص وضد الإخلاص الشرك الثاني نعم اجتماع في الدين والنهي عن التفرق إذن عندنا الأصل الاجتماع وضده الفرقه لكن نجتمع كيف نجتمع على الذي اجتمع عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابه رضى الله عليهم الجماعه وفي روايه قال ما انا عليه اليوم واصحابي نجتمع على رب واحد سبحانه وتعالى نبي واحد عليه الصلاه والسلام شريعه واحده قبله واحده نعم صلوات كذا الم ال ال الامام الان عندما يصلي يقول الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك الأصل يقول إياك أعبد هذا الأصل لأنه يقول الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين لماذا يقول إياك نعبد نعم قرآن ولا أحد يشك في الآية لكن لماذا هنا كانت الآية بالجمع حتى نجتمع كأنك تقول يا رب نجتمع على عبادتك ولا نفترق والإمام عندما يصلي بالناس يقول إياك نعبد نجتمع على عبادتك في هذه الصلوات خمس مرات في كل يوم وليلة وفي الجمعة وفي الأعياد واجتمع الناس الأقاليم كلها في الحج إذا لابد أن نجتمع على ما اجتمع عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضوان الله عليهم ولا نفترق افترق في الدين مذموم ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. افترقت اليهود افترقت النصارى وستفترق هذه الامه اخبار وتحذير من النبي صلى الله عليه وسلم. اذا لابد ان نجتمع. هذا المخالف المخالف لاهل السنه والجماعه نسال العافيه والسلامه. ماذا تصنع به؟ لابد تناصحه. لابد نكثر سواد اهل السنه تاتي به وتقول اتق الله ولابد تكون معنا. ما يصلح. ولابد نزيد لابد أن يزيد عدد أتباع النبي صلى الله عليه وسلم هرقل سأل أبو سفيان رضي الله عنه عن أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام رضوان الله عليهم قال هل يزيدون ماذا قال قال نعم يزيدون إذا كنا اليوم لا نزيد هذا معناه أنه عندنا خلل لا نسير على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم لا بد نزيد هذا المخالف تنظر إليه من جنبين تنظر إليه من جنبين اتق الله من جنب تحمد الله أن عافاك ومن جانب آخر تدعوه لهذا. هذا تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر ولا تتركوا على الضلال له حق عندنا لكن بشرط ان تستطيع على ان تغير هذا ولا تتغير. اما اننا يعني نتكلم على هذا بالغيبه او بالنميمه او بنقل الكلام او بالسب او بالنكت هذه ليست من الشريعه. اذا اذا اردنا دعوه المخالفين او الكلام عليهم لابد ان نسير على الطريقه السلفيه في دعوه المخالفين. كيف نتكلم معهم كيف ندعوهم من الذي يتكلم معهم الذي يستطيع أن يغير فيهم ولا يتغير إذا لابد أن نجتمع كل اجتماع قاعدة كل اجتماع تراه في الظاهر اجتماعا وهو على غير ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم فهذا في الحقيقة افتراق تحسب تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى الثالث السمع والطاعه السمع والطاعه عندنا السمع والطاعه وضده العصيان الخروج المظاهرات نعم السمع والطاعه لمن؟ لولاة الامر لكن عندنا قيد عند اهل السنه والجماعه صلى الله عليه وسلم منهم في غير معصيه الله لا طاعه لمخلوق في معصيه الخالق أمرنا بالسمع والطاعة في غير معصية الله إخواننا المشكلة أنه بعض الناس ينكر على المن من, من من الفرق الذين ليس لديهم سمع ولا طاعة خوارج طيب خوارج الآن أول خروج في الإسلام كيف كان كان باللسان من 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 ذو الخويصره ماذا قال؟ قال اعدل يا محمد عليه الصلاة والسلام كلام حق. اعدل كلام حق اريد به باطل. إذا كلام الخوارج كلام حق في الظاهر لكن اريد به باطل. تمام. يقول الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى: لا يمكن أن يأتي خروج بالسيف إلا ويسبق هذا خروج باللسان. تمام. طيب أنت الآن إذا أطعت في الأمور الصغيرة معنى هذا أنه لا يمكن أن تخرج الخروج الأكبر. طب يقطع الإشارة. أي نعم، يقطع الإشارة هذا خروج عن الطاعة. الطاعة في المعروف وضعت الإشارة، لماذا؟ حفاظاً على الأرواح وكذا ومصلحة عندنا. فهو الآن بعض الناس يقول الخوارج عندهم ماذا؟ عصيان صحيح؟ طيب هذا عندما يقطع الإشارة شيء فشيء فشيء حتى تصل به إلى الخروج الأكبر يقطع الإشارة بعض الناس يعني حتى يقول لي هذا يقول اسمع الأوراق المطلوبة في استخراج القرض من الحكومة قرض المعماري أنا ما أعرف ايش يسموه هنا قال سهلة جدا الأوراق مكتب فلان يصنعها لك كاملة تقدمها للحكومة يعطوك القرض بعد أن نحول الأوراق هذا يأمر بالمنكر خروج خروج ليس كالخروج لكن هذا بداية الخروج تعود نفسك على السمع والطاعة قدر الاستطاعة كل واحد منا لابد يكون له يكون يقع منه معاصي صح فبعض الناس يعصي وإيش ويأمر الناس كذلك بالمخالفة لا حاول قدر المستطاع الا لا تعصي ركبت يوم من الأيام مع أخونا هاني والمهم ماشيين في الطريق كل السيارات تمشي من هذا الطريق كل السيارات تمشي عندنا من هذا الطريق والطريق من هنا طريقنا وهذا لم يدخل من هذا الطريق يا أخي لماذا لم تدخل قال ما رأيت اللوحة قلت سبحان الله هذه السيارات كلها ما ترى اللوحة ممنوع الدخول موجود لوحة ممنوع الدخول قلت هذه السيارات كلها قال اسمع أنا لا يعنيني هؤلاء أنا يعنيني نفسي أنا حتى وإن كنت الآن أمشي وأخذ وقت وبنزين وكذا أنا أحتسب هذا لله علمني والله لأن الآن هؤلاء الخوارج أنا أريد تتنبه لهذا أنت أجبت إجابة صحيحة هؤلاء الخوارج ينظر إليك الآن أنت لو تعصي عصيان صغير قال هذا خروج. خروج اصغر ما في مشكلة. لكن ممكن يتبع خروج اكبر. عود نفسك تخالف استغفر. يمكن بعض الناس يعني لا يتصور ان قطع الاشارة فيه مخالفة. وهل يشك في هذا احد؟ في مخالفة وارواح. الشيخ بن باز رحمه الله تعالى يفتي انه لو قطع اشارة ومات هذا حكمه حكم المنتحر. تعرض أرواح الآخرين للخطر أظن الله أعلم لا يوجد واحد منا لقطع إشارة صحيح لكن لا تقطع الإشارة وتأتي تقول والله أنا أقطع إشارة هذه دائما أو تقول لفلان عندنا حيلة تستطيع أن تتحايل على الإشارة دون أن يعني عندنا ساهر يصيدك ساهر يقول عندنا إذا لابد من الطاعة ليس الطاعة العمياء الطاعة في غير معصية الله لأن الناس انقسموا في هذا الباب في الطاعة إلى إفراط وتفريط منهم من يقول بالطاعة حتى في معصية الله ومنهم من يأتي بالعصيان نسأل الله عافية السلام الخوارج ومنافقهم هذا الثالث الرابع نعم هذا الثالث ولا الرابع أعطونا الرابع طيب ها من اللي يقول من اللي يتكلم ما شو نعم ما هو الرابع أخوانا الرابع من أصول الستة هاشر الفرق بين العلم والعلماء. العلم والعلماء الآن عندنا في هذه الأزمنة من العلماء جوجل تويتر يوتيوب صحيح والله حتى قال لي احد الشباب قال الشيخ جوجل جوجل شيخ جوجل زنديق والله صدق جوجل زنديق لان تبغى من جوجل؟ اسمع تبغى الربا حلال او حرام؟ ابغى الربا هذا يقول ابغى الربا حرام يكتب الادله على تحريم الربا يخرج جوجل مليون دليل وفلان من الناس يريد الربا حلال يكتب لجوجل الادله على حل الربا يطلع مليون دليل ومليون قول وكتب ممكن تالف يبغى يسب من اي واحد يبغى يسبه مثلا من الصحابه من التابعين يكتب فقط في جوجل سب كذا كفر فلان يطلع مليون دليل مليون قول عندنا مثلا عندهم نعم يقول كفر من سب الصحابة يطلع ما شاء الله، إذا زنديق. العلم والعلماء. بيان العلم والعلماء ها هنا. ضد هذا، خلي هذا يترك الماء بس حتى ننتهي، خمس دقائق. الثاني من تشبه بهم ليس من العلماء. طب كيف نعرف العالم؟ كيف نعرف العالم من الجاهل؟ كيف نعرف من تشبه بهؤلاء وليس منهم لانه امر خطير جدا اخواننا من تثق في دينه دينه وعلمه من تثق في دينه وعلمه هذا تاخذ بقوله وتختار اعلى ما يكون لانك تجعل هذا حجه بينك وبين الله واذا تساوى عنده اثنان خير بينهما الان هذا نصنعه في طب الابدان مرض هذا نسأل الله سبحانه وتعالى يعافيه يبحث عن ماذا عن اي طبيب لا وياتي لمن لا قال انا ما ما اريد اخصائي اخصائي لا ينفعني انا ابغى استشاري قال هذا ولا استشاري والله بروفيسور طيب ذهب للبروفيسور وفحص واعطاه وصفة ياخذ الوصفة هذه روح للصيدلية اشتري الأدوية يشرب لا ما يشرب يفتح ويقرأ الموانع الاستعمال أو كذا المهمة صحيح يقرأ كل شيء بعدين يستعمل أو لا يستعمل وقد يسأل وقد يذهب الطبيب ثاني وقد يذهب الطبيب ثالث صح في طب ماذا؟ أبدان أما أما الشريعة طب القلوب قال ضعها في راس عالم واطلع منها سالم يسأل أي واحد حتى البواب ويأتيك بعض الناس يرسل لك اليوم رسائل طويلة جدا وبعدين يقول لك ايش رأيك في هذا الكلام؟ طب من أين أتيت به؟ من إبليس؟ من اليهود؟ ممكن والله أو يأتيك يقول لك آه ايش ايش صحه هذا الحديث؟ من اين جئتني بهذا الحديث انت؟ وليش تطالع هذه الاحاديث؟ لماذا لا تطالع كتب اهل السنه؟ تطالع لكتب اهل الضلال وترسل لي هذه الاحاديث؟ وبعدين يحققها من؟ المحقق من؟ جوجل محقق طلع حققها جوجل، جوجل تبغى الاحاديث صحيحه طلعها صحيحه، تبغاها ضعيفه طلعها ضعيفه. فخلنا كيف ترجع لجوجل؟ كيف ترجع ليوتيوب؟ يوتيوب البعض صحيح موقع موثوق ترجع إليه ما في إشكال أنا ما سمعت والله ما سمعت يوما من الأيام أن أحد تخرج من مدرسة جوجل طالب علم عالم تخرج أحد سمعت هذا لابد أخواننا لابد تطلب العلم كما طلب, طلب السلف من رام العلوم بغير شيخ يضل عن الصراط المستقيم ما يمكن تطلب العلم جوجل ولا يوتيوب هذا فقط يعني تنشيط للاذهان بس لابد تجلس تاتي نعم بعده خامس بيان بيان الله سبحانه لاوليائه هذا ذكرنا انه هنا عندنا اولياء الرحمن وهنا عندنا اولياء شيطان من كان مؤمنا تقيا كان لله وليا ولابد ان تفرق كما تفرق بين السماء والارض نعم الاخير رد الشبهة التي وضعها الشيطان في ترك القران والسنه ترك القران والسنه طيب ايش ناخذ؟ قال لا ما يمكن ان ناخذ من القران والسنه. لماذا؟ لانه قال باب الاجتهاد اغلق بموت الائمه الاربعه. لكن هل معنى هذا يا اخواننا اننا نتجرأ على نصوص الكتاب والسنه؟ نفسر على ما نحب؟ لا. يا اخواننا هؤلاء الائمه ائمه احمد شيخ الاسلام ابن تيميه. ابن القيم، ابن باز، ابن عثيمين الألباني، هؤلاء أنا أعرف هذا عنهم. هؤلاء يقول لا نتكلم بكلمة في آية أو في حديث لم نسبق إليها. والله ابن عثيمين يقول في شرح كان يتكلم عن مسألة يقول: احفظوا عني. إذا هذا القول لم يقل به أحد فهو مردود. في شرح حديث والله قال إذا هذا القول لم أسبق إليه ردوه وبعض الناس يقول في رقبتي فلان كافر حتى في رقبتي إيش في رقبتي أظن يحلف برقبتي يمكن حلف بغير الله أنا لا أدري إذن لابد وسط لا تتجرأ وتفتي وعندنا كثير في هذه الأيام من يتكلم في الآيات والأحاديث بغير علم وينزل آيات وحاديث على وقائع وحدث ولا حرج أرسل لي أحد الإخوة الحمد لله جاءنا الغيث والربيع ما شاء الله عندنا فواحد أرسل لي رسالة قال خلاص لا تقوم الساعة حتى تعود الجزيرة مروجا وأنهارا هو ايش يريد؟ هو يريد يكفر السلطان. أنا قلت له يا أخي إذا هذا من علامات الساعة ما المفروض أن تصنع؟ تلتجئ إلى الله. تأتي بالأحاديث التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم، صح؟ إي نعم ليس لك علاقة لا بسلطان ولا بغيره. تقوم الساعة ايش تصنع؟ تقوم الساعة تبحث عن السلطان. هذه مشكلة. فإذا يا اخواننا هذه المسألة مسألة مهمة جدا. كل يفهم على رأي لا طريقة السلفية كتاب وسنة على فهم السلف الصالح. فإذا وجدت عالم يعطيك الكتاب والسنة فهم السلف الصالح خذ به. الأئمة الأربعة يا اخواننا لا يمكن أن نتطاول عليهم على الأئمة الأربعة. من أين أخذوا؟ من الكتاب والسنة. هؤلاء ماذا قالوا عنهم؟ قالوا هم ائمة اهل السنه والجماعه عندنا اما افراط او تفريط. اما ان يسب الامام ابو حنيفه رحمه الله تعالى مثلا او يقول اصاب ابو حنيفه اخطا النبي صلى الله عليه وسلم. لا يوجد وسط. اذا لابد ان لا تاخذ ولا تستفتي إلا من تثق في دينه وعلمه أعلى آه من يكون. أما يجي واحد يستفتيني أنا، هذا مجنون. والله. وأحدث ولا حرج، يا رجل منامات الآن. يتك... كنا نتكلم في القديم. اتصل بي واحد. قال عندي رؤية. قلت يا أخوان أخي والله أنا إذا كان واحد صاحي وقال لي عن شيء ما أفتي كيف هو نايم؟ ما ليس له لي علاقة. فبدأت رؤى وقال رأينا كذا ورأيت كذا وكذا مشكلة هذه تلاعب بهم الشيطان فأخوانا هذه مسائل مهمة أصول ستة أراد المؤلف رحمه الله تعالى أن تتنبه لهذه الأصول الستة المشكلة كل المشكلة أن الغالب يظن كما كان يقول الشيخ الباني رحمه الله يظن من نفسه يا أرض اشتدي ما عليك قدي والله يظن أنه ما شاء الله هو الإمام هو العالم أسد المنابر الخطيب المسقع المحقق العالم المحرر الرباني والله وهذا ما يصنع الأئمة أصلا لأن الإنسان كل ما يتعلم يتواضع صحيح قد تقول وانت متصدر الان، وش اصنع طيب؟ مضطر. لكن هل نتجرأ؟ ننقل العلم الذي تعلمناه. اما افتي في رقاب اناس، في الخروج، في تكفير. نعم، والبعض يكفر بالجمله، يقول اهل الكويت كذا مثلا. اهل السعوديه كذا. لا اعلم يقول واحد يقول لا اعلم على وجه الارض مؤمن الا انا وفلان وبعد لحظات حتى كف نفسه فاخواننا لا تغتر بنفسك تكون المؤمن من هو يسير الى الله بين الخوف والرجاء شيخ الاسلام ابن تيميه اخواننا في نهايه العقيده الواسطيه شيخ الاسلام يشار له بالبنان يؤلف العقيدة الواسطية في آخر العقيدة قال نسأل الله أن يجعلنا منهم وأنت من من؟ ما قال أنا السلفي أنا الإمام أنا شيخ الإسلام أنا المعصوم لا تبرأ من حولي ومن قوته فلا بد نكون على هذا بين الخوف والرجاء اسال الله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد واسال الله سبحانه وتعالى ان يغفر لي ولكم والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى صحبه وسلم وجزاكم الله خيرا لابد من كلمه خمس دقائق <applause> تعليق الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد الحقيقة أتقدم بالشكر الجزير الجزيل للشيخ الدكتور هيثم بن محمد السرحان حفظه الله على هذه الكلمة العظيمة وهذا التوفيق الكبير في توصيل أهم العلوم وأعظمها هو التوحيد والحقيقه في اسلوب عظيم جيد ممتاز استفدنا جميعا فنشكره جزاه الله خير ونسال الله سبحانه وتعالى ان يسدده ويوفقه جزاكم الله خير. <applause> انا مالي هذا اعطيتك الميكروفون. <applause> خلاص يا شيخ. الله يرحم والدك كلمتين. لا خلاص. يا اخي. سنت يا شيخ. كلمتين. جزاك الله خير على يرحم والديك. صراحة الاسلوب طيب خلي مع المدح. احنا نحتاج هذا الاسلوب في توصيل التوحيد. يعني في كثير من الاخوه جزاك الله خير لما يشرح التوحيد يخرج فوائد 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 ويخرج بعيدا عن قالب التوحيد تجد مثلا تحضر عند بعض طلبه العلم تجد يشرح كتاب التوحيد ويذهب بعيدا بالفوائد، فوائد الحديث كذا، فوائد الحديث كذا وانما التركيز الذي ركز فيه الشيخ جزاه على التوحيد مباشره وفهم الاصول ولم يخرج عنها اطلاقا هذا هو المطلوب وهذا المطلوب من طلبه العلم لان القضيه الان معركه معركه التوحيد اليوم اليوم يا اخوان غزونا الصوفيه وغزونا الاشاعره وغيرهم والخوارج فقضيه التوحيد هي القضيه الكبرى التي ما زالت إلى اليوم هي المعركة الأولى لأهل السنة والجماعة نسأل الله أن يوفق الجميع والحرص الحرص على هذا العلم العظيم جزاكم الله خير الله بارك الله فيك